أبدا. سؤال من إبراهيم القعدان يقول: ما هي أكلتك المفضلة؟ كسكس جزائري بس تاع أمي أكتر شيء. يا سلام. مش الكسكس بالمطلق. أكلت كسكس، زوجتي تعمل كسكس. طب هلا بتزعل زوجتك هيك أنت؟ تزعل لا، روح الأم أولى، لأنه أنا نقدر أمها هي كذلك وهي تقدر أمي كذلك. أنا بالنسبة لي كسكس أمي هو الأفضل. بتقولي